معلم كهادي. هتفضحنا يا جزمة. انت عرفتني كيف؟ وانا توه عنك يا معلم. ده احنا وشنا في وش بعض ليل نهار. الا انت ايه اللي جابك؟ مش قلت انك هتتزف؟ طب ما انت كمان قلت انك هتحط احمر وتبعد في البيت كيف النسوان وهتترجش كمان. انا ما جبنيش هنا الا الشديد القوى يا معلم. ايه؟ مرتك بوزها شبرينك في البومة وقاعدة قرفاكي في حياتك ليل ونهار عشان موضوع الفلنطين ده؟ ايوه. لكن انت عرفت كيف؟ ما هو ده اللي جابني كمان يا ابو مخ ظلم. بس انا الموضوع قلب عندي صريخ ولطمه وليله ما يعلم بيها الا ربنا. قلت اخدها من قصيرها واندل اجيب الهديه واطاطي للريح. صح يا معلم، ربنا يكفيك شر كده الناس. امين يا رب العالمين. يا دي زوير، لا انا شفتك ولا انت شفتني. سامع ياد؟ عيب عيب يا معلم، سرك كبير يا معلم. جهادي جزمه. سلام عليكم. ايه ده فزاعه، ايه المفاجاه دي؟ انا مبسوطه قوي انك جيت النهارده. صح مبسوطه. ايوه طبعا مبسوطه ان كل اهل المزرطيه جم النهارده عشان يحتفل بالفالنتاين. ربنا يفرح قلبك كمان وكمان يا ست شلي. هقول لك يا ست شلي، عاوزه اجيب هديه. دي للجاي فريند بتاعتك، صاحبتك يعني؟ لا يا، لسه ما بقيتش جيرلي فريند، انما انا ناوي النهارده يبقى لي. ناوي اهديها الهديه واقول لها وتقول لي والحديد ده. جريت، برافو عليك يا فزاع، دي مناسبه هايله عشان تعمل كده. اخترت حاجة؟ لا اختار ايه وانتي سيدة الاختيار الاولى. نجلنا انتي حاجة وش القفص كده على زوجك الحلو. طيب هي بتحب ايه؟ هي عاملة زيك كده، هتحب المزازيك. طيب مش بتحب اي حاجة تانية؟ مخبرش، اصلا انا معرفش عليها حاجات كتير يعني، لما هي عاملة زيك كده. طيب انا هحاول اضبط لك حاجة على زوجي، تحب لفها؟ لا تلف ايه؟ هقول لك دي كيف النسمة، ما هتشربش مخدرات. مخدرات؟ انا اذلف هالك هديه كادو. اذا كنت انت حابه تعملي كده لفها لي. تحبي معاها كارت؟ لا ده اكيد خط. You are a big donkey. ربنا يجبر بخاطرك. روح انت فزاع دلوقتي وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. باي. سلام عليكم.